هذا. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قد استقبل أمس فخامة الرئيس ألكسندر فوتيتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة بمقر إقامة ضيف البلاد، حيث سلمه رسالة خطية ترحيبية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الصربي لمملكة البحرين.